نروح للصورة أكبر مع الأستاذ أشرف محمود رئيس تحرير الأهرام العربي السابق. تحياتي ليك يا كابتن أشرف. اهلا اهلا بالكابتن الكبير كابتن اسامه شيخ اللاعبين زي اللقب اللي كنت بطلقه عليك وانا بعلق على مبارياتك، واهلا لكل مشاهدينك يا كابتن اسامه وتحياتي لكم جميعا وكل عام وانتم بخير ومليار مبروك على الانجاز المصري العظيم اللي انت قدمته ومقدمه جميله جدا. وانا بحييك وانا دايما بأطلق عليك شيخ المعلقين. مظبوط. ربنا يجعلنا عند حسن الظن دايما يا رب ان شاء الله. شايف انجاز مصر 6 ميداليات في اولمبياد طوكيو 2020، شايف الانجاز الكبير ده ازاي؟ وهل كانت مصر تستحق الافضل برضه يا كابتن اشرف ولا لا؟ بدايه بنشكر ربنا عز وجل سبحانه وتعالى انه جبر خاطرنا كشعب وجبر خاطرنا كرياضيين ان احنا لو لاحظت يا كابتن اسامه اول اسبوع من الاولمبياد كان كل الاخبار تاتي خروج اللاعب المصري خروج اللاعب المصري، واحنا للاسف شعب ثقافته الرياضيه لا قليله قوي 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 لانه بنتعامل بالقطعه، يعني حتى في ماتشات الكوره بنتعامل مع المدرب داخل الماتش الواحد ومع اللعيب داخل الماتش الواحد في الدقائق، اصل اول 10 دقائق ما كانش مركز اصلا، فاحنا اول اسبوع لما كان في خروج واخفاق لعدد كبير من اللاعبين استادت طاقه سلبيه كده ان احنا لا لا احنا رايحين بنهزر واحنا عدد كبير والاهدار للمال العام، ما يعرفوش ان حضرتك الرياضه دلوقتي غير ما اصنعه بيت ارقام يا كابتن اسامه. يعني ابنك ده بطل قاره افريقيا فمن حقه يروح، لكن هو هيلعب مع بطل اوروبا بطل امريكا اللاتينيه و و و فممكن يكون مستوياتهم الفنيه وارقامهم اعلى منه فما نظلموش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بقول ربنا جبر خاطرنا ان ربنا سبحانه وتعالى وفق لعيبه من عندنا ب6 ميداليات، انا بعتبره طبعا ده الانجاز يا كابتن اكبر حصاد طبعا في تاريخ مصر اولمبياد في تاريخ مصر الاولمبي حقيقة. فعشان كده انا بعتبره ده يعني كرم كبير من ربنا عز وجل. شفت ازاي اهتمام اتفضل يا كابتن اشرف. يدي درس يا كابتن اسامه للي كانوا متعجلين النتائج لانه دلوقتي حضرتك وانت نجم كبير وعارف لما تبقى لعيب حضرتك وتشوف الناس كاتبه على السوشيال ميديا السلاح الرهيب اللي احنا للاسف الشديد بنعاني منه وتشوف حضرتك زمايلك اللي خرجوا بيتكتب عنهم ايه وانت هتلعب بكره او بعد بكره فبتتاثر تحت ضغط كبير طبعا. بالظبط. فربنا سبحانه وتعالى كرمنا انا بعتبر ان الانجاز ده كبير جدا، بعتبر ان ال6 ميداليات حاجه مشرفه في حدود المتاح من الامكانات في حدود السنه بتاعت كورونا اللي ضاعت من عمر اللعيبه كتير وما كانش تدريبات وبطولات ومعسكرات بالشكل اللي كان قبل كده، فده يعتبر انجاز يا كابتن. شفت ازاي يا كابتن اشرف اهتمام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتخب اليد وايضا بفريال امبارح اشرف في التلفزيون المصري مداخله من سياده الرئيس وكمان دعمه للرياضه والرياضيين قبل اولمبياد طوكيو؟ طبعا يا كابتن وانت نجم كبير عارف ان الرياضه وكل من يعملوا في الرياضه دول بنسميهم القوه الناعمه للدوله. تمام. مع اهل الفن دايما واهل الثقافه، الثلاثه دول ثلاث اجنحه للدوله بتحلق بهم في فضاء الابداع وفضاء الشخصيه. لما بتتكلم على التميز الرياضي يعني انت بتدي فرصه للدوله والمزاج العام بتاع الدوله يكون افضل بكتير. فخامه الرئيس اللي هو بيقول الرياضه اهتمام كبير جدا من ايام ما كان مرشح للرئاسه كان بيقول الرياضه امن قومي. دي دلاله على ان الرياضه مش مجرد لعب او ترفيه، لا ده ليها دور كبير جدا في الدوله وسياسه الدوله وسمعه الدوله والارتقاء بعلم الدوله. لما يجي اكبر سلطه في الدوله القياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ولاده اللي بيلعبوا ويثني على عطائهم زي حضرتك تفضلت في المقدمه للاعبي كره اليد اللي انا وانت وكل مصر بنجمع على انهم كانوا يستحقوا بدايه ويستحقوا وضع افضل من المركز الرابع لكن هي اراده ربنا شاءت ان هو المركز الرابع فاستشهدوا ميداليه الاعجاب وميداليه الثناء وميداليه الشكر من الجمهور. زي ما حضرتك تفضلت استقبالهم كان استقبال اكثر من رائع. التويته اللي عملها فخامه الرئيس تحييهم على الجد والجهد والمثابره والقدره على تقديم صوره مشرفه للوطن، اعتقد كل ده يخلينا نقول ان الرياضه مش مكتب وخساره بس، لا الرياضه ادي الاقصى طاقه عندك. تمام. وحاول واجتهد وسيب النتيجه على ربنا عز وجل سبحانه وتعالى في اراده عليا هي ارادت ان احنا نكون في المكانه دي. تمام. وطبعا اهتمام الدوله المصريه دلوقتي في العاصمه الاداريه بانشاء مدينه اولمبيه كمان هتكون على اعلى مستوى. هي خلصت يا كابتن وان شاء الله ستفتتح في اكتوبر ان شاء الرحمن مع افتتاح العاصمه الاداريه الجديده. وبعدين خد بال حضرتك ده غير المدينه الرياضيه. يعني احنا عندنا في مصر 2 مدينه دلوقتي ما شاء الله في العاصمه،
مدينة مصر الأولمبية في أقرب للعين السخنة، يعني من طريق في العاصمة الإدارية من اتجاه العين السخنة، والمدينة الرياضية اللي هيبقى فيها النادي في حضرتك أقرب وأنت جاي من طريق السويس، فأنت كده العاصمة من الناحيتين فيها مدينتين كبيرتين لاستضافة أحداث أولمبية. يعني نستطيع الآن إن نقدم أي ملف لاستضافة أي بطولات. حقيقة يا كابتن أشرف بنشهد طفرة كبيرة جدا في الرياضة المصرية. في الإضافة طبعا لمجموعة الصالات المغطاة اللي منتشرة دلوقتي في كل بقاع مصر، كمان على فكرة في مدينة رياضية هتتعمل في برج العرب جنب استاد برج العرب، تكمل مع استاد برج العرب والمنشآت اللي فيه، ويبقى حاجة ضخمة جدا لو اسكندرية هتستضيف دورة ألعاب متوسط مثلا أو حاجة من هذه من هذا القبيل. تمام. القيادة السياسية بتولي الرياضة اهتمام كبير جدا، النهاردة عندك منشآت ممتازة، عندك إن مادة التربية الرياضية أصبحت أساسية في التعليم الابتدائي والعام من غير نجاح وسقوط، وفي نظرة كده هيبقى فيها نجاح وسقوط عشان الاهتمام بيها يبقى أكبر، لأن صحة الإنسان وعقل سليم لازم يبقى في جسم سليم، فبالتالي بتنظر القيادة السياسية للرياضة من منظور إنها زي ما قال سمو الرئيس أمن قومي، الأمن القومي لما تبقى صحة الشعب يا كابتن أسامة صحة ممتازة، الولاد أنت عارف لما كانوا يشيلوا شنطة المدرسة كان في تقوس في الظهر. طب. دلوقتي السمنة، كل دي أمور في الصغر لما تعالجها من خلال الرياضة هيبقى سهل جدا. وأنا بتفق معاك، الرياضة مهمة جدا في كل حياتنا. أنا طمع شوية يا كابتن أشرف، ما شاء الله وإحنا بنحصد 6 ميداليات كان نفسي في ميدالية في الألعاب الجماعية، إمتى ممكن مصر تحقق ميدالية في الأولمبياد في الألعاب الجماعية؟ إن شاء الله منتخب اليد ده هيجيب ميدالية بإذن الله يا كابتن في 2024 بإذن الله. والمصارعة هناخد ألوان ميداليات أعلى، هناخد فضة وذهب بإذن الله. والبطل عشان برضه زي ما اتكلمنا على منتخب اليد يا كابتن أسامة عشان الناس تبقى من منبرك الإعلامي ومن برنامجك الجميل ده، أنا عارف أنت بتهتم بالنشأ وتثقيف النشأ ودعم الناشئين، لما نقول البطل محمد مصطفى اللي عنده قطع كامل في الرباط الصليبي يا كابتن يقاوم ويعافر وبين كل مباراة والثانية يشتغل بالثلج على الركبة ويصل إلى المرحلة أنه يبقى خامس، ده حاجة عظيمة ولازم نحييه لأنه قاتل، ده مقاتل مش مجرد لاعب. لما نلاقي عمر عصر حضرتك في البينج بونج في تنس الطاولة يبقى خامس في الأولمبياد، إنجاز غير مسبوق. لما منتخب السلاح يبقى الخامس، إذا ودي أعمار سنية يا كابتن أسامة على فكرة 20-23، يعني كيشو عنده 23 سنة اللي جاب ميدالية مصارعة البرونز وكان بينه وبين إنه يلعب على الذهب والفضة أقل من دقيقة، حوالي 30 ثانية وكان يحصل على الذهب. سبحان الله، هذه بقى هنا إيه التوفيق وعدم التوفيق زي ما بنقول في الكورة. هو هنا سبحانه وتعالى ربنا أراد، كان 6-0 في 7-6 سبحانه رب العالمين، الاتزان النفسي، الاستعداد، اللياقة البدنية، الخوف، القلق، كل ده ممكن، الحلم كان بيبص إنه خلاص أنا قربت ففقد التركيز، كل دي أمور هيتعلم منها. فإذا بإذن الله في 2024 هيبقى عندك في المصارعة ميداليات أكثر من برونزية، هيبقى عندك في التايكوندو ميداليات أكثر، يعني إن شاء الله. اللي أنا بأمل فيها كابتن أشرف أكثر إن إحنا ما نركزش على عدد البعثة، إحنا أكبر عدد من الأفراد من البعثة، لكن نشوف الجودة بتاعتنا، نشوف اللعيبة اللي ممكن تحقق، ومن دلوقتي ل2024 نبدأ نهتم ونحط خطط ونبدأ مباريات واستعدادات قوية علشان إن شاء الله الستة عايزين نشوفهم 10 و12 خلال الأولمبياد القادمة إن شاء الله. بعد مكالمة فخامة الرئيس مع البطلة بريال أشرف عبد العزيز واللي أبداه فخامة الرئيس من اهتمام ودعم وقال ان احنا ورا البطل الاولمبي وورا كل من يرفع رايه مصر ويجتهد من اجل ده، اعتقد الشغل يبدا من امبارح مش من بكره عشان الوقت المتبقي يا كابتن اسامه 3 سنين فقط او اقل كمان، انت بتتكلم على الصيف 24 مظبوط، واحنا انت خلاص بتتكلم في 3 سنين يعني 3 سنين بالظبط من الان الا شهر كمان مظبوط، لان البطوله هتبقى في شهر 6 وقتها مش في شهر 8، فبناء عليه انا اعتقد ان احنا لازم الشغل يبدا من الان. الابطال بتوع اللعبات الفرديه اللي احنا حفظناهم وارقامهم قريبه، يعني واحد ب8 ده اشتغل معاه بقوه شديده جدا وتتبناه الدوله، ورجال الاعمال والهيئات الداعمه اللي شفنا دورهم مع ابطال من اللي فازوا وتوجوا يكملوا مسيرتهم، كمان اللي ظهروا واللي سنهم هيظهر في السنتين الجايين اللي هي هيدخلوا التصفيات الاولمبيه المقبله ان شاء الله في 23، اعتقد برضه من دلوقتي نرعاهم، وكل ما كانت قاعدتك كبيرة كل ما كان انتاجك واقتصادك اكبر باذن الله. اخيرا يا كابتن اشرف عايز اخدك بقى للعبه الشعبيه كره القدم، شفت ازاي النهارده اداء منتخب مصر الاولمبي في طوكيو 2020؟ ولحد دلوقتي برضه عايز اخدك لنقطه ثانيه
واحنا بنستعد لباريس 2024. منتخب 2001 المفروض يخوض التصفيات، لسه لم يتم تحديد الجهاز الفني ولا استعداد ولا خطه لهذا الفريق. هبدا من الاجابه من الاخر. ماشي. اعتقد انه يعني اعتقد ليس امام اتحاد الكره الحالي الان بعد العوده من المشاركه الاولمبيه وشافوا اهتمام الجمهور وفرحته انه في منتخب كره قدم موجود، عليهم ان يبداوا من الان زي ما قلنا، زي ما هنعد الفرق الكبيره الفرق الفرديه، لازم من الان نطلق الشعار كره مصر في اولمبياد 2024، لازم يتشكل الجهاز وبسرعه، وعايزين اختيارات يعني كفاءة ملهاش علاقة بالمجاملات والتوازنات والكلام ده، عايزين كفاءة كفاءة كفاءة. أما النقطة بتاعت منتخبنا الوطني في أولمبياد طوكيو يعني بصراحة تذبذبت القصة، يعني مباراة أسبانيا لعبناها دفاعي عشان عايزين نقطة ماشي، مباراة الأرجنتين احنا خسرنا من وجهة نظري أوانطة أوانطة، يعني احنا اللي احنا اللي خسرنا نفسنا، ولولا السد المنيع بتاعنا محمد الشناوي ربنا يحفظه كان ويعني وصلابة بعض اللاعبين مش كل اللاعبين في الاداء ال 90 دقيقة كانوا في نفس المستوى، كان ممكن افضل من كده بكتير. في مباراة استراليا كان ما قدامكش بديل، وبالمناسبة برضه كابتن اسامة وانت راجل كوير كبير، استراليا تصنيف الكورة هي لياقة بدنية واقل في المهارات، هي يعني الفريق المرعب اللي يخوفك، وبالتالي كل الفرق كانت بتتعامل على ان استراليا الحصاله باستثناء مباراه الارجنتين اللي فازت فيها استراليا. اجمالا المحصله كمان كانت امام البرازيل، لا لعبنا متعه ولا لعبنا حرص عشان نطلع لضربات جزاء على الاقل، انما يعني فرحنا باقل النتائج، ودي كانت نقطه مش كويسه بالنسبه لنا. اجمالا المحصله معقول انك تطلع من الدور الثاني مش من الدور الاول، وانت لعبت مع اربع مدارس مختلفه سواء برازيل امريكا اللاتينيه، ارجنتين امريكا اللاتينيه، اسبانيا اوروبا، استراليا. نتمنى بقى ان شاء الله الاولمبياد دي تبقى هي دي البدايه ان شاء الله، وبدايه تخطيط ان شاء الله للقادم في 2024 في باريس. بشكر الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اشرف محمود، بشكرك شكرا جزيلا.